ملوش دعوه باي حاجه، طول عمره بيصلي وعارف ربنا، بيجي من شغله بيجي على بيته، لا بيروح هنا ولا بيروح هنا. امال ادم بيدن بياخد عياله تحت كتفه ويروح الجوامع. محمد طول عمره محترم ملوش دعوه باي حاجه. احنا عايزين من العداله حق، زي ما ابن الحرام عمل فيه كده وقتله ودمره، احنا عايزينه يتقتل برضك ويتدمر زي ما هو قتل. يقتل مراته بثلاث عيال وسابها وغدر بيه ومحدش بيسال فيه. احنا عايزين حق محمد. مشاهدي ومتابعي مصر اليوم في كل مكان، بنرحب بيكم في لايف جديد. معكم احمد النوبي مراسل محافظه الغربيه من احدى القرى التابعه لمركز مدينه المحله الكبرى، بالتحديد قريه سمول. يعني كانت شهدت جريمه قتل من عده ايام. يعني معانا النهارده اسره محمد. محمد كان عامل بسيط، تمام، جاره في الشارع غدر بيه، والكلام اللي يقال على في الشارع، تمام، اللي كل ده كان بسبب فلاشه كمبيوتر. يعني هنتعرف اكتر عن التفاصيل، تمام، مع اسرته. تمام، اسرته موجوده معانا، معانا زوجته ومعانا ابنه، تمام، يمكن هو الوحيد اللي حضر الواقعه. يعني البقاء لله. حضرتك زوجة محمد، ربنا يرحمه رب. يعني هنعلي صوتنا بس شويه، تمام، وهتعرفيني ايه اللي حصل بالظبط. يعني انت وقت الواقعه بالظبط ايه اللي حصل؟ انا طلعت لقيت الواقع، الناس بتصوت، فالواقع يقول الحقيقه ابويا، فطلعت على اللي هو راح يقتل جوزي وضربه ودخل عليه وهو ماسك السكينه. بقول له انت بتعمل كده ليه؟ هو عمل فيك حاجه؟ ما اذكش ده، بقول لك سلام عليكم، ده جزاء ان هو بيقول لك كده، ليه تعمل فيه كده؟ قام جاي قاعد يشوح لي كده، جه جوزي قال لي تعالى الحكومه هتجيب لنا حقنا. وبعد ما قال له الكلمه دي ماسك السكينه يغرسها فيه تاني. انا عاوزاكم بقى تجيبوا له حقي وتجيبوا حق عيال الغلابه اليتامى دول اللي اتيتموا بدري. انا بص عاوزه احس بامان بقى وامشي بامان واروح واجيب امان انا وعيالي، اكتر من كده مانيش عاوزه منهم. يعني اللي حصل بالظبط كده، انت يمكن ما حضرتيش الواقعه من البدايه. لا ما حضرتش. اللي انا حضرته شفته. ده كان في الشارع عندكم قدام البيت؟ قدام البيت. يا دوبك نزلت وابني كان جاي هو وابنه من الشغل. يا دوبك انا حضرت في السويد زي الناس. وبقول له يا ابني انت ماسك السكينه وتاكل عليا بقى يشوحني فيها بوشه. وكمان انا ما عملتش ان انا هخاف منه او اموت. برضه دخلت عليه واقول له انت بتعمل كده ليه؟ حرام عليك، حرام عليك، انت بتبهدلنا ليه؟ قام جاي قال له هو كده وجاي ويتمنا انا وعيالي. وليه بقى ثلاث عيال يروحوا فين؟ ده عبد الله. ده عبد الله ابنك اللي كان حاضر الواقعه بالظبط. عبد الله هو ابني اللي شايف كل الواقعه. البقاء لله. عبد الله، يعني عرفني اكتر كده. عبد الله انت اللي كنت حاضر الواقعه مع والدك بالظبط؟ تمام. انا جيت بالظبط 7:30 كنا في الشارع. كنت راجعين من الشغل؟ راجعين من الشغل يوم الخميس. ويا كان وليد قاعد قدام على بوابته بالظبط، والناس وليد ده اللي هو المتهم. وجيراننا كانوا قاعدين قدامه. ابويا دخل السلام عليكم، جيراننا ردوا وهو ما ردش. ابويا بص له السلام عليكم، وليد بقول لك السلام عليكم. قام جاي وليد ماسكه من جلابيه من ورا من هنا ونفخ نفسه كده، بقول له انا ماليش كلام معاك. قال له كلام يا وليد بتتكلم عليا يا وليد؟ قام جاي انا بتكلم على دي شد السكينه، قام جاي خبط لنا خبطه شدت له جمجمه من ورا. خبطة ده واخد ابويا، فدفع بيد عمه كده، وليد اتزق على البوابه بتاعته وقع. عم ابويا اللي فوق الخبطه، قام جه وليد قايم خبطه ببطن السكينه كده خبطه كده، ورجع شدله الثانيه كده وطف الهوا كده، خبطه الخبطتين جم تحت رقبة ابويا من هنا. انت كنت شايف الواقعه دي قدام مني؟ شايف الواقعه دي قدام مني. انا كنت واقف مذهول من اللي بيحصل. جت ان الجيران اللي كانوا قاعدين قصاده حاولوا هم يحوشوا او يسلكوا ما بين الطرفين، هم بداوا يصوتوا والحاجه ما كانش فيهم حد عارف يحوش، كان ماسك السكينه. فكان ابويا برضه كان بيرجع داخل. جت ان صوتوا، بدات والدتي تطلع، كان هو شد تحت خبطه تانية في عينه. بيعملوا كده راي ابويا بيروح كده بيجي كده، الناس بتجيبه كده كانت خبطه جت منه غصب. يعني خبطه بسيطه في عينه هنا كده مثلا؟ لا هو خبطه كبيره. خبطه كبيره تحت عينه، ورميت نزف الدم كتير. الناس اتلمت اكتر، بيمسكوه بعيد عن وليد، مسكين ابويا برضه، وكان وليد برضه حر. وليد كان واقف قدام بوابته تاني، ما
مسك السكينة عمال يشوح بيها. مامي كانت بتكلمه زي ما حكت دلوقتي، كان بيشوح لها بيها. كنا مالقين في ابويا بنشوف الدم فين، وقال محدش يجي يموته محدش يلمسه، خش انت والدتك جوه. والدك قال لك كده؟ اه. خش انت والدتك جوه محدش يلمسه. وقال كان مسالم يعني كان مسالم معاه خالص. انا هطلع الحكومه دلوقتي تجيب لي حق. فالناس بتمسك قال لهم ابعدوا عني بقى دلوقتي كده، انا طالع الحكومه، انا عايز الحكومه دلوقتي اللي تجيب لي حق. كان طالع عشان يعمل محضر مثلا بالتعدي عليه او الكلام ده. انا مش لمسك ولا حد مننا لمسك، احنا هنروح نبلغ في دلوقتي اللي عايز الحكومه تجيب لي حق. قام قال له انت عايز تبلغ ان تروح تبلغ عليها في الحكومه، انت عايز الحكومه ده تعالى. جرى بقى الناس طبعا ماسكه ابويا وبيشوفوا اللي فيه. قام جاي خط في قلبه بالسكينه، مسكه كده ودباه في قلبه ولفها له بجنب لفها وشدها. جوي قام جاي لقى الحكومه اللي هتجيب لي حق، الحكومه اللي هتجيب لي حقي. وقام جاي ساقط وقع قدام عينك. قدام عينك شفت الموقف ده عبد الله؟ قدام عينك شفت الموقف ده. ومش راضي يسيبني، لازم انا بطالب ان العداله والقانون يجيب لي حقي. وزي ما والدي قال انا عايز الحكومه تجيب لي حقي، كلنا عايزين الحكومه تجيب لي حقي. ان شاء الله بنثق في قضاء مصر ان شاء الله اللي هو هيقف جنبكم وهيجيب لكم حقكم. يعني انت قلت لي اكتر، كلميني عن محمد كده. محمد كان سيرته طيبه في قلب البلد. محمد طول عمره محترم، محمد طول عمره في حاله، ما بيقعدش قدام الباب ولا بيحب حد يقعد قدام الباب. لو حد خبط عليهم يقول لهم خشوا جوه، اتكلموا زي ما انتوا عايزين تتكلموا بس ورا الباب، ما تقعدوش في الشارع. طول عمره ملوش دعوه باي حاجه. لو واحد كل نسوان الشارع بتقول لو العبايه بتاعتنا مقطوعه بيقوم جاي بخيطانه ما بياخدش مننا جنيه. محمد طول عمره الواحده الوحشه بيقول بيكلمها دايما في الصح وينصحها بالصح. كان بيتكلم في الخير دايما وبيسعى في دايما الخير. بيتكلم في الخير وبيعمل الخير. عرفنا كده اللي هو بسبب فلاش التوك توك. يعني ايه موضوع فلاش التوك توك ده؟ ده لو هي بسبب فلاش التوك توك ما كانش جاب ملايه من بتاعه سريره وغطاها له طول ما هو في السجن وحافظ له على التوك توك. يعني التاني المتهم ده المفروض اللي هو كان في السجن. كان في السجن. وبعدين التوك توك جوز اختي خده في قلب الشارع بتاعه، له شارع صغير كده ما بين البيتين، وحطه في قلبه وجاب ملايه من بتاعه سريره وغطاه وحبش عليه. يعني انا حافظت لك على حاجتك، ازاي اخد منك فلاشه؟ ياخد فلاشه وانا محافظ لك عليها ازاي ومطلع ملايه ومغطاها له؟ يبقى اخد فلاشه بقى. عرفنا برضو اللي هو يعني تراضم بعد موضوع الفلاشه ده، وما كانش المفروض اللي فيه اي مشكله او ما كانش فيه داعي للحصه. على طول فجاه بقى قام اترصب له بعد مسافه كبيره، وكانوا بيتكلموا كانوا حلوين، سلام عليكم وعليكم السلام. ده لو عيل صغير قاعد بيقول سلام عليكم، لو اي واحده في الشارع قاعده سلام عليكم. طول عمره عارف ربنا، ولو صلى الضحى هنا العصر في الجامع ده، العصر في الجامع بيلف الجوامع كلها. طول عمره بتاع خير وبيعمل خير. محمد محترم ومن عيله محترمه، وطول عمره سمعته مسابقاه. طب انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ انتوا كاسره محمد كده يعني احنا عايزين حقه زي ما هو عمل. احنا عايزين بص دلوقتي ان انا اجيب حقه عشان يبقى ميت مرتاح كده ونفضل بقى نوعيه عشان يبقى مرتاح في تربطه. احنا عايزينه زي ما ابن الحرام عمل فيه كده، بس يعملوا كده اشوف على حياه عيني وهو معمول كده زي ما عمل على حياه عينيه. ده يتمها بثلاث عيال اهو، يتمها بثلاث عيال. انا ما ينفعش كده، هو قبل ما يموت قال الحكومه هتجيب لي حق. عاوزه بقى ان شاء الله احنا بنثق كده كده في قضاء مصر، وان شاء الله وبعدين يسالوا عليه، يسالوا عليه وعلى سمعته. قبل اي حاجه يسالوا ويعرفوا الناس هتقول له فين عايز. ما هو محترم، هو محترم، يبقى ليه بقى؟ هو محترم واهله محترمين وطول عمرهم في حالهم، هو واهله محترمين كلهم والناس كلها عارفاهم على ايه. حتى برضك اهله هناك هم في المحله محترمين وبيجوا يسالوا عليه وبيمشوا، ولا هو بيطلع بره ولا بيروح يمين ولا بيروح شمال، والله الشارع ما بيشوف ولا الشمس بتشوفهم بره، طول عمره بيتهم مقفول عليه. يعني مشاهدي ومتابعي المصريين في كل مكان، كنا معكم من داخل محافظه الغربيه وبالتحديد من قريه سمول التابعه لمركز مدينه المحله الكبرى. كان معنا أسرة محمد هي بتطالب بالقصاص في حق محمد. وبكده نكون وصلنا لختام اللايف. نشكركم متابعينا الكرام، شكرا لكم.